عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد ديال اليوم اللي غادي يكون ماسك لتطويل وتكثيف الشعر. تنعتذر، دائما تنبدا نصور تدوستران. انا شديتها لكم، شديت لكم واحد الباطو كاين في البحر تيصيد. المهم ندوزو لاهم العناصر المكونه لهذه الوصفه هذه. فهما كيف ما تشوفوا عندنا البصله والثومه، لكن انا حتى مستعنت بهذا راه بلاستيكي ديال بناتي حيت ما متوفرش عندي دابا. المهم ان تنحتاج واحد نص بصله، واحد فقط تناخذ واحد للراس، واحد من هاد واحد الضريسه وحده من هاد الثومه هذه. تنقوم وقليل من الحلبه، تنقوم بالغلي ديالهم ولا تنحطوهم يطيبوا فوق واحد شويه ديال الماء فوق العافيه، وفي الاخر ملي تيبقاش عندنا الماء بزاف تنزيدوا لهم واحد المعلقه صغيره ديال الزعتر. كيف ما تتشوفوا عندنا هنا البصله والثومه والحلبه والقليل من الزعتر، تنخليهم يذوب حتى يتبقى عندنا القليل من الماء. انا شعري خفيف بزاف، ويعني هكا انا شعري من الصغر ديالي وقصير، يعني مخليتش الماء بزاف، خليت واحد الربع ديال الكاس. علاش؟ باش مني غادي نخلطو انا مع البيض ما غاديش يجيني يعني خفيف بزاف. هادو هما العناصر، اعيد، نص البصله وواحد الدرسه ديال الثومه، القليل من يعني نص معلقه صغيره ديال الحلبه ومعلقه صغيره ديال الزعتر. تنقوموا بالغلي ديال هذا الشيء هذا يعني في واحد نص كاس اولا كاس حتى تبقى عندنا، مهم تتبقى عندنا نفس الكميه. كل وحده تزيد او تنقص الكميه على حسب الطول او القصر ديال شعرها. هاد الماسك هذا من هاد الماء نحصلوا عليه، هذه هي الكميه اللي حصلت عليها، قليله لكن مركزه، المهم انها كافيه للشعر ديالي. بالنسبه للطريقه، هذا الماء هذا اللي تنحصلوا عليه من هاد المكونات اللي غليناهم وديجا حصلنا على هذا المركز، عندنا جوج اختيارات، يا اما نقوموا بالخلط ديالهم مع البيض، يستحسن تكون البيضه بلديه مع بيضه كامله. بالنسبه للناس اللي تيصبغوا او دايرين اللي ميش ما باغينش لون شعرهم يتبدل، بالنسبه لعشاق الحنه فهذا هذا الماء هذا يخلطوا به الحنه. كيف ما تشوفوا انا قمت باضافه الماء للبيض، وغادي نضيف زيت الزيتون واحد جوج معلقات، وكذلك زيت الخرواح. بالنسبه لكم ممكن اضافه اي زيت متوفر عندكم، يعني زيت الكوكو، زيت الخرواح، زيت زيتون، واحد او اثنين او حتى ثلاث، مزجوهم ما عنده حتى شي ضرر، بالعكس نزيدو نعطيو فعاليه اكثر لهذا الماسك هذا. وكاضافه وليست الزاميه، تنضيف القهوه، معلقه صغيره من القهوه باش ما تبقى لي ريحه زوينه في الشعر، يعني ماشي الزاميه. هاد الوصفه هادي واخا فيها الثومه والبصله وحتى الحلبه ما تتخليش ريحه بجهده في الشعر، تتغسليها بطريقه عاديه بحال العاده، ولا بغيتي تخلي لك حتى ريحه يعني تتبقى في الشعر هي ريحه القهوه. الطريقه ديال الاستعمال ديال هذا الماسك هذا هي اللي ما غاديش تكون روتينيه، يعني غتكون طريقه يعني جديده، يعني ملي تديريها دائما البنات اول نصيحه تنعطيها لكم، الشعر ما يكونش موسخ ملي نستعملوا لي ماسك اللي تيغديو لينا هكا الشعر ولا هذا، دائما يكون الشعر نقي. ماشي يلاه غسلتيه هذا يعني الى كره ماشي مشكل، ولكن زعما ماشي تضربي تماره على ود الماسك، ولكن يكون الشعر نقي يلاه تغسل مغسول بواحد النهار اولا يومين، ماشي يكون شعرنا موسخ. هذا من جهه. هذا الماسك هذا كيف ما قلنا تنستعملوه 3 حتى 4 ساعات على الشعر ديالنا، سواء الناس اللي غيديروه مع الحنه اولا مع البيض، باش يعطينا فعاليه للشعر. ومن بعد تنغسلوه بطريقه عاديه، تنستعملوه جوج المرات في الاسبوع. تناكد لكم ان النتيجه ديال هذا الماسك هذا جد 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 رائعه، وواحد القوس بين يعني واحد القوس غادي نفتحو، وهي نصيحه عافاكم ان يعني الملين او الديميلوغ ما يستعملوا الشعر ديالكم، ما تقيسوش الجدر ديال الشعر، فهو مديور للشعر وليس لفروه الراس وليس يعني المنبت
ديال الشعر، يعني حاول دائما تبعدوا على الجذور ديال الشعر، فهذا من اهم اسباب تساقط ديال الشعر اللي ما تردوش لها البال. وفحال ديما تنقول لكم بالصحه والراحه. الا كنت اول مره تزوروا القناه ديالي تنتمنى تكونوا مشتركين فيها، وما تنساوش تبارطاجوا مع الاصدقاء باش تشجعوني على مزيد من الفيديوهات. وبالصحه والراحه.